تخدم أكثر من غرض في نفسك، يعني تخدم الغرض الدنيوي كحذاء يحمي القدم، تحمل الغرض الجنسي في تمثال مثلا في تصدى اللي شفناه من الذهب الملك تبع الكامون اللي هو سيسعى به في العالم الاخر، او له المغزى الطقسي ايضا ان هو يطأ اعدائه فيضع صوره الاعداء على ارضيه الحذاء عشان هو لا يلبس الحذاء كما يطأ على اعدائه. اذا هنا بنقدم حرفه متميزه على مر العصور استخدمها المصري وبرع فيها بشكل فني وتقني وبأغراض متنوعه، وبالتالي بنقدم ماده جديده تقدم كل فتره لمعرض متميز الى السياحه كدعم للسياحه.